باب خروج الإمام بعد الإقامة للغسل. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقيمت الصلاة فقمنا، فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف وقال لنا مكانكم، فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا. قال: باب خروج الإمام بعد الإقامة للغسل أو كذلك للوضوء، الغسل إذا كان عليه جنابة والوضوء إذا كان على حدث أصغر يستوجب الوضوء. والصلاة من شرطها الطهارة، من شرطها الطهارة، والإنسان قد ينسى، يعني قد يأتي إلى المسجد ويظن أنه على طهارة، ثم إذا أقيمت الصلاة قد يذكر أنه على غير طهارة، وربما ذكر أيضا في أثناء الصلاة، ربما ذكر في أثناء الصلاة، فإذا ذكر قبل أن يكبر يخرج ويتوضأ إن كان الأمر يحتاج إلى وضوء، أو يغتسل إذا كان الأمر يحتاج إلى الغسل، ولا حرج أن ينتظر الناس، خاصة إذا كان مكان الوضوء أو مكان الغسل قريبا، أما إذا كان بعيدا فإنه يستخلف من يصلي بالناس إذا كان سيتأخر عليهم ويطول. فالحاصل أن قوله خروج الإمام بعد الإقامة للغسل، يعني إذا جاء الإمام وقام في الصف بعد الإقامة ثم ذكر أنه بحاجة إلى غسل أو بحاجة إلى وضوء، فإنه يخرج ويطلب من الناس أن ينتظروا، يقول انتظروا أو يقول مكانكم أو نحو ذلك من العبارات، ثم يذهب ويتوضأ إن كان يحتاج الوضوء أو يغتسل إذا كان يحتاج الغسل، ثم يعود ولا تعاد الإقامة مرة ثانية، يكبر مباشرة. قال: عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: أقيمت الصلاة فقمنا، فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعدلنا الصفوف قبل أن يخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر، أي أنه بحاجة إلى الغسل، فانصرف وقال لنا مكانكم، قال لنا مكانكم، لما تذكر أنه بحاجة إلى غسل أشار إليهم أن يبقوا في أماكنهم، أن يمكثوا على ما هم عليه، فدخل عليه الصلاة والسلام واغتسل ورجع صلوات الله وسلامه عليه ورأسه ينطف يقطر من الماء لأنه اغتسل للتو عليه الصلاة والسلام. فكانوا قد بقوا قائمين فلم نزل قياما، يقول أبو هريرة ننتظر، بقوا قائمين في الصف قد سووا الصفوف، وذهب عليه الصلاة والسلام واغتسل ورجع والماء يقطر من رأسه صلى الله عليه وسلم، ثم صلى بهم فكبر فصلى بنا صلوات الله وسلامه عليه. الحاصل أن هذا هو الواجب أن يفعل، هذا هو الواجب أن يفعل إذا وجد أو ذكر أنه بحاجة إلى الغسل
أو حاجة إلى الوضوء يطلب منهم الانتظار، وخاصة إذا كان مكان الوضوء قريبا، أما إذا كان بعيد فينيب غيره ويصلي بهم، ينيب غيره ويصلي بهم، أما إذا كان قريب فإنه يتوضأ ويرجع إذا كان بحاجة إلى وضوء، أو يغتسل ويرجع إذا كان بحاجة إلى ال... وحقيقة من المواقف التي تذكر في هذا المقام، يعني من سنوات قريبة الشيخ علي الحذيفي حفظه الله حصل له شيء من هذا، يعني قام في الصف، قام في المحراب وذكر أنه بحاجة إلى الوضوء، فقال انتظروا، ورأوا دخل وتوضأ سريعا ورجع وصلى بالناس. وهذا يذكرنا بهذا الذي جاء في هذا الحديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج فذكر أنه بحاجة إلى الغسل فانصرف وقال لهم مكانكم، أي انتظروا، فلما نزل قياما ننتظره حتى خرج إلينا وقد اغتسل ينطف رأسه ماء فكبر فصلى بنا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. الله أكبر، الله أكبر. انتظروا دقيقة، انتظروا دقيقة، استووا، اعتدلوا، استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،